بنعيد التهنئة مرة تانية لإخواننا المسيحيين، وبنقول لهم كل سنة وهم طيبين. وبنرحب بضيوفنا النهاردة في الاستوديو، الأب أمجد عزت الراعي المساعد لكنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك، ومسؤول المكتب الإعلامي لمطرانية الأقصر وأسوان للأقباط الكاثوليك. معنا كمان ضيفنا دكتور ماجد مسعود، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بأسوان. أهلا بكم وكل سنة وأنتم طيبين. يعني طبعا بنحتفل معاكم النهارده بعيد القيامه المجيد، وبنكرر التهنئه. اهلا وسهلا حضرتك. نحكي بقى عن عيد القيامه. بس هو عيد القيامه بدايه في القرن الاول والثاني الميلادي كانوا بيحتفلوا بيه كل 33 سنه. لان ده عمر السيد المسيح على الارض. فاكتشفوا بقى ان في ناس ممكن تتولد وتموت وما تحتفلش بعيد القيامة. لغايه بدايه القرن الثالث كان في البابا ديمتريوس الكرام قال طب ما احنا نحتفل كل سنه. وابتدى يحطوا بعض القواعد على اختيار اليوم المناسب للاحتفال بعيد القيامه. يعني معنى كلمه القيامه هو قيام المسيح على الارض. فحطوا بعض القواعد والشروط اللي هم يتفقوا عليها ان كل سنه يعيدوا بعيد القيامه فيه. فأول شرط حطوه إنه يبقى يوم أحد، لأن السيد المسيح قام من الموت يوم أحد. تمام. تاني شرط إنه يكون بعد عيد الفصح، لأن حسب الطقس المسيحي إن المسيح صلب وقام بعد عيد الفصح. الفصح ده اللي هو احنا الفصح اليهودي. الفصح اليهودي. الفصح اليهودي هو عيد العبور، الفصح اليهودي. والعيد ده هو اصلا يعني متوارث في التقليد اليهودي. وهو عيد عبور الشعب اليهودي من طور سيناء. انا فاكر ان عيد القيامه هو عيد الفصح. هو نفس المصطلح، هو فكر الاصطلاحي نفسه. فكره الفصح هو العبور. اذا كانوا استخدموه الشعب اليهودي، هو عبور الشعب اليهودي في طور سيناء الى اليهود. احنا بالنسبه لنا العبور من الظلام الى النور. وهو عبور من الموت الى القيامه والحياه. فمن هنا جاءت الفكره، الى ان اجتمعوا في مجمع نقيا شماليا، واجتمعوا في كل الكنائس بكل طوائفها، وقالوا ان احنا مش هينفع نعيد في نفس زمن عيد الفصح، لان عيد اليهود، لان هم ما قبلوش اصلا الرساله بتاعت الرب يسوع السيد المسيح. فقالوا مش هينفع يبقى نفس اليوم. وفي نفس الوقت حطوا شرطين مهمين، ان هو يكون يوم احد، لان الصلب كان يوم الجمعه، فلازم يبقى يوم الاحد. وهو مش اي يوم حد في السنه، ولكن حطوا قاعده اساسيه، قالوا ان احنا لازم نحط الاحد في الاعتدال الربيعي اللي هو 21 مارس. وهو الاعتدال الربيعي هناخد الحد اللي بعده. فهو عيد الفصح اليهودي بيحتفلوا بيه في الاعتدال الربيعي، واحنا بنعدي اسبوع بس. لازم يكون احد. فالاعتدال الربيعي هو تقويم، لو اليهود بياخدوا التقويم قمري، لكن الاعتدال الربيعي فيه شمسي وقمري الاثنين مع بعض. لازم يعتدلوا الاعتدال الربيعي ده. فقالوا احنا هناخد الحد اللي بعده بعد الاعتدال الربيعي، مش نفس اليوم زي عيد الفصح اليهودي. فده اللي بيجي الاختلاف بين المواعيد دايما في الاعياد وفي الحاجات اللي زي كده. طب ايه ارتباط الصيام بقبلها؟ جه منين؟ ده الاهم بالنسبه لنا. يعني احنا كل الاعياد بيسبقها دايما فتره من التجهيز النفسي والبدني والروحي. ازاي نكون بنستقبل العيد ده بكل احتفالاته بكل مراسمه؟ فرقم واحد هو الصوم، ان احنا بنهيئ جسمنا، بنمتنع عن بعض الاكلات، وكمان بننقطع عن بعض الاكلات. لو بنخلص نفسنا من فكره الشهوات، نعيش بالحاله الروحيه. مظبوط مظبوط. علشان نقدر نستقبل العيد، وكل عيد ليه مراسمه وليه احتفالاته. بس هو اكبر فتره صيام. اكبر فتره صيام في حسب التقليد الكنسي المسيحي، وهو بيتراوح بين 40 يوم صيام كما صامه السيد المسيح، وسبع ايام تبقى اللي هم بنسميهم احنا اسبوع الالام، فبيبقوا 47 يوم حسب التقليد الكنسي والكنيسه الكاثوليكيه اللي انا تابع منها. الكنيسه الارثوذكسيه زودوها شويه، بقوا يصوموا 55 يوم لبعض الترتيبات والطقوس الخاصه بالكنيسه دي بحسب ما شافوها ورأوها. يعني زي ما قال ابونا في اسبوع الالام، انا يمكن قريت قبل كده عنه اسبوع الالام، وهو كان مرتبط بقبله الخيانه للسيد المسيح. احكي لنا عنه. انا اللي هحكي.
يعني احنا في اسبوع الالام بنرتبه في عندنا بيبتدي من جمعه ختام الصوم، وهو ختام الصوم مش ختام الصيام الحقيقي، مش بنفطر يوم الجمعه. ولكن بيقولوا ان احنا كده وصلنا لل 40 يوم اللي صامهم السيد المسيح حسب التقليد وحسب ما استلمناه في الكتاب المقدس. بيجي جمعه ختام الصوم بينبهنا ان يقول لنا خلوا بالكم، احنا دلوقتي عدينا مرحله كبيره من الشفاء الروحي والشفاء الجسدي، فنقدر نستقبل زي ما استقبل السيد المسيح في اورشليم في دخوله المهيب اللي هو احد الزعف او احد الشعانين زي ما حضرتك ذكرت في بدايه اللقاء. من اهم الاعياد اللي موجوده برضو عندنا في المسيحيه، وهو استقبال الملوكي اللي دخل فيه بوسط فرحه وابتهاج من الاطفال والكبار والشيوخ وحتى القاده. بعد كده بتتدرج كل يوم مع التاني بنشوف مسيره قدر الناس يعيشوها وسط بيشوفوا فيها تعليم السيد المسيح وألام السيد المسيح والطريق اللي قدر يمشيه رغم صعوبته علشان يوصل فكرة المحبة، ازاي انا اكون محبة. ففي كل الاعياد هي البرواز الرئيسي ليها هي المحبة، اذا كان في عيد الميلاد اللي هو العيد الصغير عندنا هو محبة الله لينا بإرسال الكلمة المتجسد على الأرض، وفي كمان في عيد القيامة هو النور، فهي برضو نوع من أنواع من القيامة من الموت الظلام الروحي إلى القيامة اللي هو إن احنا نكون عايشين بحسب بر الله. دكتور ماجد، هل في ارتباط ما بين عيد القيامة وعيد شم النسيم؟ الاثنين مرتبطين ببعض؟ هو يعني هو عيد شم النسيم عشان نبقى عارفينه هو عيد مصري قديما من 2700 سنة قبل الميلاد، يعني دلوقتي داخلين على 5000 سنة. هو عيد مصري، كانوا المصريين بيحبوا يحتفلوا، عندهم شوية أعياد بيحبوا يحتفلوا بيها، منهم عيد شم النسيم. وده جه ازاي؟ هو المصري القديم كان مقسم السنة لثلاث فصول. الفصل الأولاني هو فصل الفيضان وكانوا سمينه أخت. الفصل الثاني من السنة كان الزراعة يزرع. والفصل الثالث هو الحصاد، وفصل الحصاد ده كانوا بيسموه شيمو. طبعا الورود كلها مفتحة، النباتات كلها مثمرة، في فرحة وبهجة برحلة السنة من بداية الفيضان والزراعة وأخيرا بيجنوا ثمار تعبهم. فكانوا بيطلعوا بقى في على نهر النيل وفي البساتين يحتفلوا باليوم ده، وهو زي ما قلنا بيسموه شيمو، وبعدين ابتدى يتحرف الى شم، وبعدين اضافوا كلمه نسيم، النسيم العليل، لان طبعا في فتره الاعتدال الربيعي بيبقى الجو جميل، فابتدت يسموه شيمو شم النسيم. وفي برضو علاقه قبطيه ان هما كانوا المصريين هو المتكون من مقطعين قبطيين، شوم وسيم. شوم يعني بستان، وسيم الزروع، بستان الزروع. فحطوا كلمة حرف تعريف ان في النص، فبقوا شيمو ان نسيم بستان الزروع، برضو ليها علاقة بفترة الورد والبساتين. باللغه العربيه شم النسيم، يعني بالزبط. احنا بنشم الورد. فهو سواء كان ايام المصريين القدماء وتكملت ايام فتره الاقباط، الاحتفال نفسه هو، لكن هو اصله فرعوني قديم. ارتبط ازاي بقى بعيد القيامه؟ طبعا في الاعياد دايما بنحتفل بالاكل. فطبعا فوجئوا اني بعد دخول المسيحيه الى مصر لقوا انه شم النسيم ده بيجي في فتره الصيام الكبير. صيام. طب هم عاوزين يحتفلوا وياكلوا، طب يعملوا ايه؟ فاتفقوا قالوا خلاص يبقى الصيام. بعد الصيام على طول تاني يوم العيد، يبقى العيد هنعيد خلاص، يبقى تاني يوم بقى نطلع بقى ونحتفل وناكل، ناكل السمك وناكل لحمه وناكل كل حاجه. طب احنا كنا اتكلمنا من شويه عن اسبوع الالام، وهو مرتبط باليهودي اللي قبل السيد المسيح وسلمه علشان يتصدق. انتوا فعلا بتمنعوا قبلات في اسبوع الالام ولا لا؟ لا، وحسب لا هو يعني احنا بطبع الشعب المصري شعب ودود ومحب،
ولكن يعني مع هذا التغيرات الالكترونيه حتى القبلات ما بقتش موجوده غير في الاموجي بس، يعني أيوة. في على طريق التواصل الاجتماعي. ولكن هو احنا ده حاجه طقسيه صرف، يعني حاجه تخص ترتيبات كنسيه، وهو يوم خميس اللي هو اول امس خميس العهد، وهو الوقت اللي كان بياكلوا فيه العشاء الاخير. ايوه. وفي حسب الكتب المقدسه عندنا وفي الاناجيل ان هو بقبله سلم الرب يسوع. صح. فمن هنا جات ان احنا بنمنع الفكره دي رمزيه علشان دايما نفتكر عدم الخيانه، نبقى حبايب قدام بعض وفي صح الظهر. ما يبقاش في الظهر، لكن هي كل الامور بترجع في الاخر ان بنحط الكنيسه بتحط في مدار تاريخ الليتورجيه بتاعتها او السنوات الطقسيه او الطرق الطقسيه رموز معينه تفكر دايما الانسان والمؤمن ان في حاجات ابعد بكتير من الحاجات الملموسه في صح حياتنا. صح. ايه مراسم بقى عيد القيامه؟ لا كتير. نعمل ايه؟ كتير. لا احنا ما فيش حاجه، يعني الموضوع ليه شقين، شق مجتمعي طبعا. يعني مثلا اللي بيحتفل في عيد القيامه في مصر غير اللي بيحتفل في اي دوله تانية اخرى، وبالاخص كمان في الاعياد في الصعيد غير في بحري. الفروق بسيطه ولا الفروق دي؟ بسيطه جدا. انا كتقليد شعبوي. ولكن في الطقس وفي الكنيسه وفي واحد جدا في كل الاعياد. هو الحاجه الرئيسيه ان احنا بنركز فيها على عمل الله في حياه كل واحد فينا، بتتنوع حسب فكره وزمن، زي ما قلت حاجه بدايه الصيام الى الاحتفال بعيده يعني. لكن كل حاجات ثابته. احنا من ضمن الحاجات المهمه هو النزول للكنيسه طبعا. واحنا خلال ال 47 يوم يوميا في قداسات وفي صلوات تقويه بتتقام فيها وبتتركز في اسبوع الالام، الى ان نوصل يوم العيد. مظاهر الاحتفال الطقسيه هو ان احنا بنجهز الكنيسه بابهى صورها. أيوة. بيتفرش كل ده حقيقي يعني. ده الرمزيه اللي بيلبس كل الاواني، الحاجات المذبح، الحريات، الحاجات دي كلها بتلبس ثوب ابيض، رمزيه الفرح والبهجه والانطلاق من الظلام للنور. واما الشعب بقى ممكن ماجد، دكتور ماجد قال لهم طيب ترانيم خاصه يوم أكيد عيد القيامه. أكيد أكيد. يعني هل الترانيم في كل عيد بتختلف؟ تماما مختلفه. تماما مختلفه تماما. عشان نعيش الشعب ونعيش المؤمن. بترتبط بالحدث نفسه دكتور ماجد؟ طبعا. كل ترنيمه وليها كلماتها اللي مثلا تخص الصلب، القيامه. ايوه. في ترانيم في عيد الميلاد بتخص الميلاد السيد المسيح، فكل فتره ليها اختلاف. برضو من احنا في العادات شم النسيم، احنا خلصنا يعني العيد، شم النسيم ليه عاداته وطقوسه طبعا. أيوة طبعا. يمكن تختلف شويه بحري عن ابلي في بعض الاكلات يعني. يعني هو بحري يحبوا الفسيخ، احنا ناكل الملوحه. وده فرق كبير بين دايما اقول لهم في فرق يا جماعه ما بين الفسيخ والملوحه عشان الناس فاكره ان هما الاثنين واحد. لا طبعا. هما مش واحد. هو الفسيخ هو سمكه البوري. ايوه. ودي سمكه بحر، لكن الملوحه هي سمكه الكلاب. نيل، وموجوده هو كلب النيل. وده موجود في بحيره ناصر بكميات كبيره. واشهر مكان في مصر كلها هي اسوان طبعا. ملوحه اسوان لا تعلى عليها. دكتور ماجد، هل الاعياد مرتبطه بالقواعد الشمسيه والقمريه ولا لا؟ طبعا يعني اساسي. رقم واحد يعني هو التقويم. احنا يعني هو احنا في التقويم كان اليولياني وده تقويم شمسي، وحصل تعديل في التقويم اليولياني في القرن الستاشر في وقت البابا غريغوريوس الثالث عشر. اكتشفوا ان في خطأ في حساب السنة الشمسية، ان هي كانوا بيحسبوها 365 يوم وربع، وطبعا الربع ده كل اربع سنين بيعمل يوم، هو السنة الكبيسة. اكتشفوا بقى ان الحسبه مش كده بالظبط، هي 365 يوم وربع و13 دقيقه و43 ثانيه، حاجه زي كده. فاكتشفوا انه لا، طب الحسبه كده غلط. فلما حسبوا من بدايه التقويم اليولياني اكتشفوا انه في 10 ايام كده غلط. فطب عاوزين يعدلوا بقى من التقويم ده شمسي. فكان الكلام ده يوم 5 اكتوبر، الناس صحيت تاني يوم لقيت 15 اكتوبر عشان التعديل ده. ايوه. في التقويم طبعا القبطي ده تقويم تاني خالص برضو، بس القبطي ده
من ايام الفراعنه، توت بابا هاتور. ايوه دي احنا جدتنا كلهم كانوا بيستخدموا التقويم وده اللي كانوا ماشيين بيه في الزراعه، واغلبيه في الزراعه توبة وبشنس وامشير وازار والحاجات دي ومشهورين. احنا يعني اغلبيه المزارعين لغايه دلوقتي ماشيين حسب التقويم القبطي. صحيح. فده في تقويم الشمسي والتقويم القمري وكلها ايام جميله. اعتقد هما اكبر عيدين هو عيد القيامه وعيد الميلاد. في اعياد بقى عندكم كتيره قوي يعني. عندنا عيد ارتفاع الصليب، وعندنا عيد ال 50 بعد عيد القيامه ب 50 يوم، عيد الغطاس، في عيد الصعود، في عيد السيده مريم العذراء، في اعياد كتيره قوي. نرجع تاني فكره ان الاعياد اتحطت علشان نفتكر الحدث، مناسبات الحدث، الحدث نفسه. وده مش موجود بس في الديانه المسيحيه، ده موجود في اغلبيه الديانات وبالاخص الديانات السماويه، ان هم دايما عايزين يتذكروا ما حدث معهم بالفكر الالهي. ما احنا في هذا الزمن نفضل الاجيال كلها تفتكر الحاجه دي من خلال الاعياد. الاعياد زي ما حضرتك قلتي، هم احنا عندنا اعياد حاجه اسمها سيديه كبرى وسيديه صغرى، وهم دي الاعياد الاساسيه اللي في الكنيسه. لكن احنا في نفس الفكره كل يوم في عيد خاص بقديس معين بزمن معين. لكن هو الفكره الاساسيه في ان احنا نفضل عايشين في فكرة عمل الله في حياتنا، عمل الله في مجتمعنا كمان. طب هو عيد الصعود ده اللي هو بعد القيامة، بعد القيامة، اللي هو صعود السيد المسيح. مش كده؟ في ما هو كله مرتبط بالعشاء الأخير. ما هو القيامة مرتبط، ما هو مش هم كل الزمن الأعياد مرتبطة بداية من عيد القيامة. احكي لي القصة. كتير. احنا بندرسها في 8 سنين 9 سنين مختصره. لكن هي الفكره كلها ان هم زي ما قلت حضرتك، لما حددوا عيد القيامه ابتدت يترتب عليه كل الاعياد تسلسليا. لا انا كان قصدي ايه اللي حصل في العشاء الاخير. انت بتتكلم على الحدث، الحدث نفسه. هو في الحدث نفسه الكلام ده مذكور في الاربع اناجيل الخاصين بالبشارات المقدسه عندنا. في انجيل القديس متى، مرقس، لوقا، ويوحنا. بيحكوا عن الحدث ده لان ابتدى تعاليم السيد المسيح تنتشر في ذلك الحين، وهو في الاصل طبعا نابع من الحضاره والثقافه اليهوديه، وده زي ما قلنا في قبل كده هو عيد مهم جدا عندهم، هو عيد العبور الفصح. فهم بيحتفلوا بهذا العيد. هو ابتدى يلفت نظرهم ان احنا مش بس بنحتفل من عبور زمني في توهة صحراء، على قد ما هو عبور لحياتنا الشخصية والتقرب إلى الله. وهم قاعدين في هذا العشاء ما سمي فيما بعد هو العشاء الأخير، لكن هو عشاء عيد الفصح عموما عند اليهود، وليه رمزياته كتيرة. وعشان ما نحاولش ان احنا نتوه بالأخص الغير مسيحيين غير متابعين، لكن هي العملية كلها بكل بساطة هو اجتمع بتلاميذه اللي هم الحواريين، وابتدى يديهم تعليم خاص بيهم هم. ازاي يعيشوا هذا الفصح في شخص الرب يسوع. بس وهو حصل بقى فيها هو الخيانة بعدها. تنبيهات كتيرة من ضمنها طبعا الخيانة كان مرتب ليها اكيد قبلها بأيام أو ساعات. يعني مش هو بيتعشوا فهو حصل كده حسب الترتيب يعني القصصي بتاع الكتاب المقدس، ولكن كان في تعليم خاص ليهم إزاي يعيشوا في تواضع، لأن السيد المسيح غسل أرجلهم قبل العشاء الأخير. وهم بالنسبة لهم التواضع أن هو السيد المسيح هو اللي يغسل. حتى أحد التلاميذ قال له أنا مش مستحق حتى أن أفك سير حذائك، لأن زمان كان الحذاء لي زي سير كده زي الحذاء زي الرواد دلوقتي. فقال له لا، لازم تتزرع ده جواكم ويحصل الموضوع ده تذكار حي دايما في الكنيسه، وبيحصل كل خميس. كل خميس العالم هو خميس برضه الكهنه بيغسلوا ارجل الشمامسه كنوع من انواع التواضع. اللي هو يعني يحبط غرور الانسان جوه نفسه. يعني ده بيحصل برضه في العصر الحديث دلوقتي. في خميس العهد الكاهن هو اللي بنفسه بيغسل ارجل الشمامسه اللي معاه. طيب ايه الفرق ما بين عيد الصعود وعيد ارتفاع الصليب؟ ما هو مش واحد؟ مختلفين تماما. لا، واحنا بالنسبه لاعياد الصليب احنا عندنا عيدين مهمين للصليب. العيد الاولاني هو ظهور خشبه الصليب اللي كان سمر عليها
السيد المسيح وارتفاع الصليب، وده قصة أيام القديسة هيلانا أو الملكة هيلانا، وده اللي يخصه بعيد اللي هو مصطلح اللي حضرتك قلتيه اللي هو عيد الصليب. ولكن احنا ما بنحتفلش في هذا الزمن بالصليب نفسه، احنا بنحتفل بشخص السيد المسيح اللي هو المصلوب، هو ده عيد القيامة. ولكن اللي حضرتك بتقوليه هو حاجة تاريخية، هو البحث عن خشبة اللي صلب عليها السيد المسيح في أورشليم من خلال ملكة هيلانا. النهاردة بقى إيه المراسم؟ بتبتدي الساعة كام؟ يعني النهاردة الليلة مش كده؟ النهاردة ليلة العيد، القداس بتبتدي الساعة 7. عازميني ولا إيه؟ اتفضلي. لا اتفضلي وتشرفينا يا فندم. طبعا قداس بيبقى قداس احتفالي وبينتهي بالتناول، وبعد كده خلاص بقى كل واحد يروح بقى بيته. التناول اللي هو ايه؟ هو نفسه العشاء الاخير اللي هو العشاء الرباني، يعني سر الافخارستيه اللي هو اللي عمله السيد المسيح مع التلاميذ، اللي هو العشاء اللي هم كانوا مع بعض، هو ده التناول. بس وبعد كده بنروح بقى، بيبقى مجهزين بقى اللحمه. لحمه صايمين يعني انتوا؟ صح، احنا صايمين و انتوا عيد اللحمه واحنا عيد اللحمه وراكوا على طول. فاحنا بقى اغلبيه البيوت بيبقوا مجهزين بالليل بقى اكل افطاري بقى اللي هو فيه الروح، يعني سواء كان فراخ، لحوم، محرومين. طب عيد القيام يختلف عن عيد الميلاد بس في الطقوس والترانيم، ولا هو عشان ارتبط؟ هل عيد الميلاد فيه قبله صيام؟ هو طبعا في صيام 43 يوم، صيام الميلاد، و12 يوم في الكنيسه الكاثوليكيه. ده احتفال بميلاد السيد المسيح، ده ليه وقت معين، وفي ميعادين في الميلاد، خلي بالك. يعني احنا في 25 الميلاد الغربي و7 يناير في الكنيسه. ليه الاختلاف ده بقى؟ ما هو ده انا لسه كنت بقول لحضرتك، بسبب الاختلاف الوقت اللي حصل في القرن السادس عشر، لما اكتشفوا ان في فرق دقائق عملوا ايام. حصل تعديل في الكنيسه الغربيه، فالعشر ايام دول اترحلوا، ومن زاد دلوقتي بقوا 14 يوم. احنا ما رحلنا لهمش ولا ايه؟ في مصر ما غيروش، استمروا بالتقويم اليولياني. احنا خلاص دلوقتي شغالين بالتقويم الغريغوري، لكن في مصر هنا بالتقويم القبطي، او هو كمان باليولياني اللي قبله. ما عدلوش العشر ايام اللي كانوا فيهم غلط. عشان كده عمل فرق بين 25 ديسمبر و7 يناير. وبرده نفس التغيير طبعا برده مرتبط برده بعيد القيامه، ساعات بيجي مع بعض وساعات بيبقى في فرق برده بسبب التعديل اليولياني والغريغوري. ايه من اكتر المقولات للسيد المسيح بتتقال، او يعني الانسان ممكن دايما يحطها زي كده حاجه في حياته؟ علشان نختزل تعليم ده من 3 سنين، من زي ما انا قلت لحضرتك وزي ما احنا بنتعلم من كلام الله، فصعب جدا ان انا اقول لك كلمه واحده او مقوله مش واحده. مش كلمه بس، احنا مثلا دايما في مثلا زي عندنا احاديث، فاحنا نبدأ دايما نفتكرها لان احنا بنستخدمها. احنا بالنسبه لنا كل كلمه مكتوبه موحى بها في الكتاب المقدس هو تعليم. لكن زي ما حضرتك مثلا بتقولي الحاجه مثلا المهمه مثلا في عيد القيامه غير عيد الميلاد، يعني مثلا عندنا في عيد الميلاد بنتذكر جوقه الملائكه لما ظهروا للرعاه وقالوا لهم مجد لله في الاعالي وعلى الارض السلام وللناس المسره. وهو دي الرساله اللي جه حققها السيد المسيح على الارض. وفي كمان كلمات تخص القيامه وتعبيرات، ولكن المميز فيها مش اتقال من خلال السيد المسيح نفسه، ولكن الكنيسه حطتها زي خريستوس انيستي اليسوس انيستي، او المسيح قام بالحقيقه قام. ده بلغه ايه دي باللاتي؟ يعني هي كل عارفه اللغات بتيجي في الاديان، تروح عارفه ممزوجه جدا لكن هي يوناني، يعني يوناني. معناها ايه؟ المسيح قام بالحقيقة قام، خريستوس انيستي اليسيوس انيستي. بتتكلم يوناني ولا لا؟ مش قوي. على حسب الدراسة. برضو من الجمل اللي يعني في عيد القيامة، المسيح هو على الصليب قال لهم اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. تخيلي بعد ما بيصلبوه وحاطينه على الصليب،
شوف التسامح، بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. من الجمل فعلا اللي فعلا الواحد مهما كان وحصل معاه يسامح ويغفر لكل الناس. فعلا المسيح مثل للمحبة، ودي تعتبر العظات اللي احنا بنطلع بيها في احتفالنا بالاعياد، اللي هي فكره التسامح والمغفره والتواضع وحاجات كتيره يعني، هي دي وكبت الشهوات في الصيام. مظبوط مظبوط. طيب عموما يعني مش عايزه اقول غير كل سنه وانتم طيبين، يا رب طيبة. كل ايامنا اعياد. وكلمه لو عايزين تقولوها قبل ما نختم. انا فعلا حابب اوجه شكر لقناه تمنى. قناه تمنى بالنسبه لي انا شخصيا حاجه يعني عظيمه جدا، لان انا كنت في زمن الصبا بتاعي وشفنا ازاي القناة التامنة كانت بتيجي في التلفزيون، احنا كناش بنعرف كده، وكان ما يسبقها كان ما يسبقها الإذاعة كمان. لا لا، هو مش حضرتك، أجيال سابقة يعني. لا لا، أنا أقصد إن يعني هي منارة حقيقية بتعرض الثقافة والعادات والتقاليد والشعب والصورة المثلى للشعب الأسواني الجميل اللي أنا بفتخر إن أنا واحد منهم يعني، كشعب أسوان اللي عايش في أسوان. فده شيء يشرفني إن احنا نكون يعني تلتقوا بينا في عيد كبير بالنسبة لنا، وحاجة شخصية أنا تمثلي إن أنا أكون في قناة تمنى، وبالأخص كمان أقابل حضرتك واللقاء المدار بحنكة يعني جميلة. وبوجه كمان تحية وشكر لكل العاملين طبعا خلف الكواليس كإعداد وإخراج وحاجات زي كده. طب إيه العظة اللي هتقولها لنا النهاردة؟ أكمل بس الشكر. طيب. وهقول كلمة أخيرة أكيد، لكن حابب كمان أشكر سيادة المحافظ لأن هو جه وقدم التهنئة رغم السفر وكده، لكن قدم التهنئة لأن احنا بنستقبل التهنئات بتاعتنا بكرة بإذن الله، لكن هو عشان كان الظروف قدم. فأنا بشكر كل كمان من فخامة الرئيس طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لغاية طبعا كل اللي بيمشوا على نهجه، لأن احنا عايشين فعلا في أبهى صورة للسلام. الكلمة اللي أنا أحب أوجهها لكل شخص من خلال القناة إن نبتدي ندور تاني على جوانا وتراثنا وحياتنا الأولى، إن احنا نكون منشوف نفسنا على خطى ما سبقونا من كل اللي موجودين، وبالأخص ما يملى علينا كدين. الدين هو البوصلة اللي بنقدر نقول عن إن احنا ماشيين صح ولا تهنا. فإن احنا نكون بنرجع للسلام والمحبة، هو ده أهم حاجة يعني احنا اللي نقدر نكون عايشين بيها في حياتنا الصاخبة جدا الممتلئة توها. فإن دايما نبقى ماسكين البوصلة بتاعتنا من كلام الله نفسه. أكيد طبعا. دكتور ماجد، كلمة مختصرة عشان الوقت. أولا شكرا على اللقاء الجميل، وكل سنة طيبين. بس أنا كان عاوز أنصح بعض الناس كده إن الأول في الاكل في شم النسيم واحده واحده، عشان معدتكم تعبانه. لا، الاول يكون المصدر موثوق فيه اللي جايب منه، سواء كان الملوحه او الفسيخ. يبقى حاجه كويسه. لو معمول في البيت يبقى كمان رائع. كمان بالنسبه للحمه ما نزودش قوي، لاني بيبقى المعده لسه متعوده على نوع من الاكل، تيجي ندخل بقى دهون مره واحده. صح. وبروتين. فبرضو الاعتدال مطلوب علشان ما يحصلش بقى مشاكل في المعده. كل سنه طيبين ويا رب طيب. دايما اعياد، واحنا فعلا بنحب، احنا المصريين بنحب الاعياد جدا. يعني بنتلكك بان نعمل مناسبه نفرح. أيوه. بالظبط. فشم النسيم، عيد القيامه، كل عيد الاضحى. ربنا يعود علينا الايام كلها بخير، وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. الاب امجد عزه الرعيم مساعد لكنيسه العذراء الاقباط الكاثوليك ومسؤول المكتب الاعلامي لمطرانيه الاقصر واسوان للاقباط الكاثوليك، شرفتني بوجودك معايا. دكتور ماجد مسعود ممثل الكنيسه الكاثوليكيه، شرفتني. وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وشكرا على الوقت الجميل ده. شكرا. احنا لسه معاكم في احتفالات عيد القيامه، ونتواصل معاكم في حلقتنا بعد الفاصل.